تي في، عيش الخبر أينما كنت. الإفطارات الجماعية أو الموائد الرمضانية مظهر من مظاهر شهر رمضان في قطاع غزة. على هذه الموائد يلتف المئات وأحيانا الآلاف في مشهد قلما يتكرر بين الفلسطينيين في ظل الخصومة السياسية المتجذرة. هنا بين الصائمين لا أحد يتحدث في السياسة، رمضان يجمعهم بحثا عن تآلف القلوب. مشروع عظيم في تأليف القلوب بين أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا وهو يعاني في هذه الأيام الحصار جوا وبحرا وبرا، ويعيش في ضائقة، ومعظم سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر. فمثل هذه الموائد والإفطار الجماعي للصائمين له الأثر الكبير في تقريب بين قلوب أبناء الشعب الفلسطيني ووحدتهم. هنا تقيم إحدى المؤسسات الخيرية في خان يونس مائدة تعد الأكبر في قطاع غزة، إذ توافد إليها الآلاف من مختلف شرائح المجتمع، متعففون وأغنياء، نساء ورجال، بعضهم لبى دعوة لوحدة الفلسطينيين، البعض الآخر يرى في الإفطار الجماعي تأكيدا على التكافل الاجتماعي. ما يرضى مشروع يعني خير وكويس وإشي يعني برفع الرأس، يعني في يعني الناس بيستفيدوا، في ناس محتاجين لهذا الكلام، واللي قايمين على هذا ربنا يحط فيهم البركة ويزيدهم لأنه عمل خير. هذا الإفطار بيرفع من معنوية الأيتام، أنا كمان برب أيتام، بيرفع من معنويتهم، والحمد لله الله يجازي أهل الخير واللي أمولوا هذا المشروع، وبارك الله في كل واحد ساهم، وكل جمعية وكل واحد يعني ساهم أنه يعمل هذا الأكل. القائمون على بعض المؤسسات الإنسانية يتحدثون عن توجه التمويل العربي والإسلامي نحو الأزمة الكبيرة في سوريا، مع ذلك غزة ظلت في إطار المناطق المنكوبة. هذا اليوم كما تشاهدون الألاف من جموع الصائمين يقومون بالإفطار لدى جمعية دار الكتاب والسنة، لعل أبرز أهداف هذا الإفطار التآلف بين جموع المسلمين في قطاع غزة. فعلى الرغم من الأحداث التي تمر بها الدول، إلا أن مؤسسة الشيخ عيد والإخوة في دولة قطر يولون اهتماما بالغا لقطاع غزة. الإفطارات الجماعية التي تشهد حضورا لافتا من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية لا تخلو أيضا من فقرات دعوية وأخرى فنية. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال وال قلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.